أكياس مليانة ألوان أصفر وأخضر بدرجاته الجميلة. يا ترى الأكياس دي فيها إيه؟ تيجوا نتعرف عليها مع بعض؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بيكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وإحنا في أيام طيبة مباركة في آخر شهر شعبان وفي استقبال شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وانتو طيبين. الريفيو بتاعنا النهاردة ده عن بعض تفريزات رمضان اللي بتهم كل ست بيت، بتوفر لها الوقت والجهد أثناء الشغل في رمضان وتحضيرات وتجهيزات الفطار والسحور. واللي معانا النهاردة ده عبارة عن أول جزء في التفريزات، هو تفريز بعض الخضروات البسيطة اللي بتهمنا نحطها مع عصاد اللحمة. كل كيس من دول زي ما حضراتكم كده شايفين فيه جزر مبشور، فلفل أخضر، بعض الخضروات الورقية زي البقدونس والشبت والكزبرة. كل كيس أنا عملاه بمقدار يكفيني لعمل صينية واحدة. لو أنا هعمل أكتر من صينية يبقى أنا هستخدم أكتر من كيس، يبقى أنا يهمني أحط كميات صغيرة في كل كيس. طبعا بفرزها على طول، بحطها في الديب فريزر وببتدي استخدمها واحد واحد حسب الطلب. دي الكمية اللي انا عملتها بكميات وفيرة جدا من الخضروات، يعني انا عملت حوالي كيلو جزر ونص كيلو فلفل ورقتين من الشبت والخضروات، عملوا لي حوالي 13 كيس. طيب يا ترى ايه فايدة ان انا احط الخضروات دي مع العصار؟ فوائد طبعا كتير جدا، اولها ان انا بتحايل على الاطفال بتوعي اللي ما بيرغبوش في اكل الخضروات واحطها بشكل خفي في المعجنات والمخبوزات اللي هم بيحبوه، ده اول سبب. السبب الثاني والاهم ان الخضروات دي بتحتوي على العناصر الغذائية الستة الضرورية اللي بيحتاجها الجسم يوميا، اللي هي ايه؟ اول حاجة الفيتامينات، طبعا الجزر غني بفيتامين ألف، الفلفل والخضروات اللي لونها أخضر غنية بفيتامين ج اللي هو فيتامين سي، وده طبعا كل الحاجات دي مهمة وضرورية كل يوم. غير الفيتامينات عندنا الأملاح المعدنية، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور. عندنا كمان نمرة ثلاثة الكربوهيدرات، النشا والسكريات بأنواعها. عندنا نمرة أربعة الدهون، طبعا هنا في الخضروات مفيش دهون، الدهون دي بتبقى موجودة في اللحمة اللي أنا بعصقها. الحاجة الوحيدة اللي فيها دهون بكميات قليلة جدا ودهون صحية هو الخس. طبعا الخس أنا ما بحطهوش في العصاق، لكن أنا بقول لكم على فكرة إيه هي الخضروات اللي بتحتوي على مواد دهنية. يبقى إحنا قلنا كده الفيتامينات، الأملاح المعدنية، الكربوهيدرات، الدهون، الماء طبعا نمرة خمسة. كمان معانا وكمان نمرة ستة اللي هو المواد البروتينية، ودي اللي احنا هناخدها من اللحوم اللي احنا هنحطها، سواء لحوم فراخ بيضة او لحوم حمراء سواء غنم او عجول. يبقى كل دي عناصر غذائية ستة مهمة جدا ان احنا نوفرها في غذائنا كل يوم، خاصة مع الصيام. يبقى نقولهم تاني مع بعض عشان ما نتأخرش ونبقى عارفينهم وحفظناهم: بروتين، دهون، كربوهيدرات، املاح معدنية، فيتامينات، مي. دول يهموني جدا ودول مهمين لتغذية كبار السن واللي في دور النقاهة وللأطفال كمان. الحاجة التانية اللي انا فرستها برضو بتوفر الوقت والجهد لست البيت وخاصة الموظفات، هي اكياس الخضار السوتيه اللي انا بعمل بيها مساء شهر رمضان او شوربة شهر رمضان. الكيس ده فيه مكونات عبارة عن قطع بطاطس صغيرة، بسلة، جزر، قليل من الفلفل الاخضر.
طبعا برضو انا بعمل الكيس حسب احتياجي، لما بيبقى عندي عدد بقى استخدم اكتر من كيس، لكن بعمل حسب احتياج كيس صغير واعمل مكررات منه لما بيزيد عندي العدد. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض، وبرضو نقول كل رمضان واحنا وانتو طيبين. النوع الثالث اللي انا فرزته النهارده اللي هو اكياس البسله والجزر. طبعا البسله معروف ان هو محصول بقولي شتوي غني بالمواد البروتينيه النباتيه، عشان انا اعمل له توافر لاطول مده ممكنه عندي في البيت، فانا بعمل عمليه التفريز بدل ما انا اشتري جاهز، والموضوع مش بيكلف كتير. كل كميه من البسله بنحط معاها كميه من الجزر، عكس ما احنا بنشتري جاهز بيبقى فيه كمية بسلة قليلة جدا وكمية جزر كتيرة، او تلاقي فيه كمية فاصوليا ميكس يعني خليط من الاتنين اكتر من البسلة. وانا ولادي بيحبوا البسلة اكتر، فانا بيهمني ان انا اعملها في البيت كده وافرزها، وانا بعملها بشكل بسيط جدا، مش بعمل بسترة للبسلة ولا احطها في مية سخنة وبعدين مية ساقعة، لا انا عشان بعمل كمية قليلة وبستخدمها في مدة قليلة، فانا بعملها كده على طول بمنتهى البساطة، ان انا بفصصها واقشر الجزر واقطعه قطع واحط الاتنين مع بعض واحطه كده في الفريزر بدون اي مشكلة، ما بيحصل لهاش اي حاجة وانا ما بخليهاش كتير. وعلى فكرة على الشكل ده ممكن تقعد كمان معاكي مدة 6 شهور وانت بتستخدميها، وتبقى بحالة ممتازة جدا. مشاهدينا في باقة افكار، اتمنى النهاردة الريفي يكون عجبكم واستفدتوا منه، مع أطيب تحياتي ليكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان. يا رب دايما تكونوا بخير، وكل رمضان ربنا يبلغهولنا سنة بعد سنة واحنا كلنا طيبين. أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤي.